سلمى، بدنا نبتدي صباحنا بنكهة موسيقية بإبداعات سورية استحضرت أجواء سيمفونية ضمنها الصرح الحضاري دار الأسد للثقافة والفنون يلي أحيته الفنانة سمية حلاق، واللي هي من سوريا عاشت ودرست في سويسرا ودرست بأكاديمية الملكة إيزابيث ووقفت على أهم المسارح العالمية. أكيد نور، هالزيارة هي مو الأولى لسوبرانو سمية. بالشهر العاشر قامت بورشة عمل مع طلاب المعهد العالي للموسيقى، قدمت فيها خبرتها بمجال الغناء الأوبرالي وتقنياته واستخدامه مع لغة الجسد. رح نتوجه أكثر بحديثنا كمان اليوم مع المايسترو أندري معلولي، عميد المعهد العالي للموسيقى يلي قاد الفرقة السيمفونية الوطنية السورية يوم أمس مع السوبرانو سمية. وأكيد بدنا نرحب بالدكتورة رنا خروف أيضا، وهي صديقة للفنانة سمية، واليوم رح تتواجد معنا لحتى تساعدنا بترجمة الحديث ونشرح أيضا يمكن شوي من المصطلحات للفنانة سمية. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم بسوريا. نحن سعيدين اليوم سمية أنك موجودة معنا، وفخورين أنه عنا فنانة سورية بتمثلنا على أهم المسارح العالمية. أنا كمان كتير مبسوطة معكم. رح نبلش حديثنا معك مايسترو ونحكي عن حفل أمس للفنانة سمية، كيف كانت الأجواء؟ بنعرف أنه كانت الأصداء كتير حلوة، كاميرا الإخبارية السورية كانت مترافقة يمكن ورصدت أجواء الحفل. الحقيقة الحفل الأوركسترا مبارح كان ضمن احتفالية وزارة الثقافة بيوم الثقافة في سوريا، اللي نحن يعني بنعمل عليه بشكل سنوي لتقدم كل معطيات الثقافة السورية. وكان لي الشرف طبعا انه دعيت لقيادة الفرقة الوطنية السيمفونية في هذا الحفل. هذا الحفل كان مقسوم الى شقين، الشق الاول كان مع الدكتور غزوان زركلي عازف البيانو السوري ايضا العالمي، اكيد نوجه له تحيه، اللي قدمنا فيها كونشيرتو لمؤلف بروكوفييف، وهذا الكونشيرتو رقم واحد، وهو بيتميز بموضوع درامي كثير كثير صعب، وكان بيرجي تقنيات عازف البيانو ومهاراته ايضا. قدرة الأوركسترا على ضبط هذا العمل كان بحاجة لتركيز، بحاجة لقوة، وكان عمل يقدم للمرة الأولى. في القسم الثاني كان في عنا مجموعة أغاني من أوبرات مع سمية اللي قدمناهم لفيردي، قدمنا كمان مقطوعة لبليني من أوبرا كاستا ديفا، وقدمنا بعدين فاغنر كمان هي مثل أغنية للترحيب بالحضور، وختمنا الحفل بجزء من أوبرا كارمن لجورج بيزي. فالحفل كان كثير يعني غني بكل الأنماط الموسيقية المتعددة، ورجى المثقفين السوريين، أرجى العازفين السوريين، أيضا الموسيقيين السوريين اللي هن متعلقين بسوريتهم حتى لو كانوا هن خارج البلد سوريا. اكيد يعني مايسترو مثل ما حكيت يمكن وصفت لنا شوي من اجواء الحفل. كمان مشاهدينا يمكن هلا رح يشوفوا معنا بتقرير زميلتنا ريم سليمان اللي كانت متواجده امبارح بدار الاسد للثقافه والفنون، نقلت لنا اجواء الحفل، خلينا نشوفها سوا معكم بالتقرير التالي. بالحضور الراقي والأنامل الذهبية والأداء المنفرد، أشعلت الفرقة السيمفونية الوطنية السورية مسرح دار الأوبرا في اليوم العالمي للثقافة السورية بقيادة المايسترو أندري معلولي. البداية كانت مع عازف البيانو العالمي المحترف غزوان الزركلي بعزف كونشيرتو لآلة البيانو، أما الختام كان لابنة سوريا البارة سمية الحلاق التي أضفت على المسرح بصوتها الأوبيرالي القوة والجمال، مؤدية أغنية من أوبرا نورما وأوبرا تانهاوزر. احنا عادة كان الاحتفاء بيوم وزارة الثقافة، كان يقام مناسبة ليوم واحد. نحن بهذه المناسبة الكبيرة أردنا أن تكون الأنشطة متنوعة، وكما شاهدت في هذه الاحتفالية التي تكاد يعني تقترب من نهايتها،
شاهدنا أفلاما وحضرنا حفلات موسيقى، قرأنا كتبا، استعرضنا معرض للآثار. كل صنوف الثقافة السورية كانت موجودة في هذا العيد الكبير. بتمنى كل من يشكك في عظمة سوريا أن يأتي ليشاهد هذا المشهد اليوم في أوبرا دمشق. محضرين عمل كتير مهم وأول مرة بيتقدم بالبلد لبروكوفييف، كونشيرتو بيانو لبروكوفييف. رح يأدي البيانيست المعروف أستاذ غزوان زركلي. إن شاء الله ننجح فيه وينال إعجاب العالم يا رب. أكيد هي تجربة كتير حلوة، خصوصي أنه هي بنت البلد بالنهاية أصولها من هون، فكتير كانت تجربة حلوة تكون معنا بهي الحفلة، وهذا شيء كتير مهم ليشجع مستقبلا لترجع الحركة التبادلية الثقافية بين سوريا والبلدان الثانية، وإن شاء الله تكون حفلة حلوة بتحبوها. إن هاي الحفل الدوري للأوركسترا السيمفونية، نحن كل شهر عم نعمل حفلة لنعرف الجمهور في دمشق وسوريا عموما لهذا النمط الموسيقي الجاد والغني والمؤلفات الموسيقية العظيمة اللي كتب لها أهم مؤلفين الموسيقى عبر التاريخ. سوريا الحب والسلام تثبت يوما بعد يوم قوتها ورقيها بما تملكه من حضارة وتاريخ فني عريق. عم نشاهد أجواء الحفل ويمكن سمية أخذتنا لمطارح كتير جميلة. ممكن نسمع شيء هلأ منك إذا بتحبي؟ آه وي، بس أنا عندي شيء بالعربي طبعا. بدك يا طبعا أكيد. هاي بشان سوريا، بشان 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 سوريا وبشان بشان حلب. أوكي حلب أوكي. Aman, aman, aman. هلا بيا نبع من الألم، امشي ببلادي يا كتر دم اللي سكن أحلادي. هلا بي أنا من الألم، امشي ببلادي يا كتر دم اللي انسكب أحبلادي وأولادي اللي صاروا في أضراب أحبلادي. أنا ببكي ومن قلب محروم
أحلادي وأولادي يا بلادي. يسلم هالصوت، شكرا كثير لك. يمكن حضرتك جيتي قبل بمرة لسوريا وكان في لك زيارة مع طلاب المعهد العالي، كيف شفتي خلينا نقول التقنيات اللي عم يستخدموها بالغناء الأوبرالي؟ en ce moment ah oui alors التلعب كانت التلعب كانت كتير حبابين بس le niveau était très bas parce que il manque de moyens de professeurs en fait les professeurs sont il y en a qui sont partis الطلاب كانوا حبابين كثير ولكن المستوى كان متدني لانه يمكن بسبب قلة وجود الاساتذه المعنيين بهالموضوع Mais je pense que les professeurs qui sont en place, comme Fadi Atiye, ils sont, ils veulent bien être aidés par quelqu'un qui vient de dehors, quelqu'un d'international. ولكن الأساتذة الموجودين واللي عم بيكونوا مع الطلاب هنن عم بيساعدوا بقدر المستطاع مثل الأستاذ فادي عاطية وأعتقد إنه هنن بحاجة لمساعدة من الخارج في حال إنه هذا الشيء كان متاح. il m'a dit qu'il était content que je sois là. Voilà. وقال لي أستاذ فادي إنه هو كان سعيد جدا بوجودي أنا معهم. Et puis j'ai avec André et André Malouli et Nabil Aswad une bonne équipe qui وكنا مع استاذ اندري معلولي والدكتور نبيل اسود سوينا فريق يلي كان جيد بعتقد انه C'est un grand plaisir de faire le concert en forme de spectacle le 15 octobre dernier. وكان كثير حلو وانه قدرنا نساوي هالعرض يلي كان بالشهر الماضي ب 15 الشهر الماضي مايسترو يمكن قديش جميل اليوم لما نشوف مثلا فنانه سوريه بحجم سميه بتمثل بلدها على جميع المسارح مرتبطه بسوريا الهويه السوريه قديش مهم اليوم نقل هي الصوره للخارج لما نقول يمكن الموسيقى هي هويه وثقافه ولغه الشعوب يعني هي اللغه يمكن اللي ممكن نوحد من خلالها جميع الاوطان الحقيقه لانه الثقافه بشكل عام والموسيقى بشكل خاص هي دائما سفيره البلد التي تنتمي اليه وعن طريق الثقافه وعن طريق الموسيقى تصل رسائل هامة جدا ومؤثرة بالآخر وهذا نحن بنشتغل عليه بموضوع حوار الحضارات خصوصا في ظل الحرب يعني لما أكيد. كنا عم نحضر مع حضرتك الأجواء الحفلة امبارح أنت عم تقول أنه أنت موجود على أهم المسارح مو فقط طبعا. في الوطن العربي طبعا. في العالم فرغم ظروف الحرب نحن عندنا إمكانيات وقدرات استثنائية يعني أنا بقول لك أنه الموسيقيين السوريين هنن من أهم الموسيقيين ليس عربيا حتى عالميا وأثبتوا موجوديتهم على أهم المسارح وبأهم المحافل الدولية لأنه هذا الشيء اليوم بيرجي قديش عنا إمكانيات عنا طاقات إذا استثمرت بالشكل الصحيح فهي مؤثرة ومؤثرة بناحية كتير مهمة هي إظهار الحضارة السورية، الثقافة السوري، الإنسان السوري، ما يحمله من قيم وأخلاق ومبادئ ومكنوناته الحضارية لأن نحن في سوريا اليوم بلد عريق لدينا حضارة، لدينا تراث، لدينا ثقافة وجود الفنانين هدول بيأكد وجود أول نوتة موسيقية في سوريا هذا اليوم نحن ما عم نحكي شيء جميل او افتراضي هو حقيقه وجود اول رقم موسيقي في العالم كان في اوغاريت وهذا الشيء اليوم مسؤوليه علينا احنا كسوريين لنحمل هيدي المسؤوليه وننقلها
هلا اليوم سمية تحمل سوريا داخلها بقلبها، بصوتها موجوده رغم انه ما انها موجوده معنا في بسوريا، انما هي سوريه بامتياز. ما بتوفر اي مكان انه تظهر سوريتها وتظهر حقيقه ما يجري وحقيقه المشهد السوري. اليوم كثير اشخاص بالعالم ما بيعرفوا شو سوريا، لا بيعرفوا ماذا تمتلك سوريا. يمكن بعض التقصير مننا، يمكن ظروف معينة متراكبة كلها مع بعضها. إظهار اليوم نحن لما منخاطب الآخر بلغة مثل الموسيقى، لغة عالمية، بثقافة سورية، بأحاسيس سورية، بطريقة كمان سورية، هذا اللي بيأثر بالآخر طبعاً. وبيجعله شخص عنده الرغبة في اكتشاف هذا البلد، في اكتشاف هذا الشعب، في اكتشاف هالحضارة هي اللي هي نحن مسؤوليتنا كفنانين الحفاظ عليها ونقلها بالصورة اللائقة. أكيد يعني مايسترو، هون كمان بدنا نشير الفنانة سمية أشارت أنه يمكن نحن نفتقد لبعض تقنيات في الغناء الأوبرالي بسوريا، لكن نحن كمان لازم ننوه أنه في فنانين كتير سوريين حملوا على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على الهوية السورية وظلوا جوا بلدهم. طبعا حضرتك منهم وكثير من المايستروهات يلي بيكونوا ضيوفنا بصباحنا، غير كل التحيه لهم. كمان حملتوا رساله ورحتوا مثلتونا بظل ظروف الحرب على مسارح عالميه. اليوم عم نشوف التجربه الاجنبيه موجوده بسوريا، اهميه وجود سمية والخبره اللي ممكن تقدمها من تقنيات الاوبرا مع استخدام لغه الجسد لطلاب المعهد العالي، كيف رح تستثمروا هذا الشيء بالايام القادمه؟ الحقيقه اليوم الموسيقي ما بيكفي يكون ينتمي إلى مدرسة واحدة. لحتى تنسقل شخصية الموسيقي يجب عليه أنه يزور أو يتعرف على عدة مدارس مختلفة. تمام. فكتير بيعطي دفع للطلبة لما بيشوفوا عدة أنماط مختلفة بالتدريس بطريقة أو بأسلوب الغناء وببعض التقنيات. فاليوم نحن صح اليوم في ظرف الحرب اللي مرقنا فيها خسرنا بعض الكوادر المهمة، بعض الأساتذة اللي كانوا الخبراء الروس، بعض الإمكانيات كمان طبعا أكيد. فهذا الشيء اليوم إعادة هذا التجربة، إحياء اليوم طلاب الأوبرا عندهم أساتذة عم يشتغلوا، لما بتجيهم خبرة مهمة مثل الخبرة اللي تمتلكها سمية بتعطيهم دفع لقدام، وبتعطيهم أهم شيء وهذا النقطة اللي أنا كتير بدقق فيها، بتعطيهم الأمل. يمكن وجود اليوم كمان أضاف لصباحنا غير نكهة خاصة. بدنا نسمع منك شيء سمية، أوبرا إذا بتحبي. شو نسمع منك؟ Je pense que les jeunes ont besoin d'espoir. أعتقد أن الشباب هم بحاجة للأمل. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour, parce que je crois en cette force. الكثير من الأمل والكثير من الحب، لأنني أثق وأؤمن بهذه الطاقة. Et la musique peut guérir les âmes. والموسيقى بتقدر تعالج وتشفي النفوس. Et je pense que parce que j'ai rencontré beaucoup de très bons artistes et ils ont juste besoin de moyens. التقيت بالعديد من الفنانين، هم بحاجة فقط إلى الإمكانيات والدعم. Et je pense que pour reconstruire le pays, le futur réside dans ses enfants. وأعتقد أن لإعادة بناء الوطن البلد يجب إعادة بناء الأطفال أو الأشخاص. Et avec l'art et la musique, on peut faire quelque chose pour le moral des gens. ومع الفن ومع الأمل أكيد بنقدر نصنع المستقبل. Et grâce à mon père qui nous a inculqué l'amour profond et inconditionnel pour la Syrie.
وبفضل تربية الوالد يلي أعطانا الحب الغير مشروط واللا متناهي لسوريا. Grâce à lui, j'ai aussi, enfin, j'ai senti dans mon âme que je devais venir aider les jeunes en Syrie. بفضله أنا بحس إنه عندي رسالة إني أجي وأعطي لأولاد سوريا. Et j'ai aidé les jeunes au conservatoire et je vais aussi aider les enfants comme je l'ai fait à Soueida. ساعدت الشباب بالمعهد العالي وكذلك ساعدت الأطفال بسويدا. بسويدا وبعمل نفس الشيء بحلب. وكمان رح ساوي نفس الشيء بحلب. والبرنامج اسمه 1-2-3 حب أمل وسلام. حب أمل وسلام. يعني سمية يمكن عادة السوري لما بيكون ببلاد برا بيشوف كيف الناس عم تنظر لسوريا خلال هالسبع سنين بالحرب، بتتساءل يمكن يا ترى لسه في شيء بقيان بسوريا قدرانين يعيشوا قدرانين يعملوا حفلات وفن وموسيقى؟ حضرتك تواجدتي امبارح وبزيارات سابقة، كيف شفتي سوريا؟ كيف شفتي هذا الحب والسلام اللي بقيان بالبلد؟ Et la paix qui existe par ta présence hier au concert. Comment, je sais pas comment. Donc. Que c'est normalement l'image à l'étranger. Oui. Que c'est, il n'y a rien dans le pays. Toi, mais, comment tu as trouvé la Syrie? Mais moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui se battent pour l'amour. Dans le pays. أنا التقيت بأشخاص كتير عم بيدافعوا عن الحب فن والحياة بسوريا. Et j'aimerais, ma mission c'est de montrer aussi à l'Occident ce qui se passe vraiment. Évidemment il y a la guerre, mais il y a aussi du positif et avec le positif on va gagner. ومهمتي إني أنقل الصورة للخارج بالغرب قديش في طاقة إيجابية وقديش في حب وسلام يعني بسوريا. الشيء اللي شفته من خلال مقابلاتي مع العالم. Et l'année prochaine, j'ai le projet de faire un film sur mon travail en Syrie, sur mes amis, sur l'art et وأنا بطمح العام القادم بالتعاون مع سويسرا أني ساوي فيلم عن الحياة بسوريا وعن مشاهداتي والشيء الإيجابي اللي شفته بسوريا. ويمكن وجود سمية اليوم أعطانا طاقة إيجابية، خلينا نسمع منك شيء. Nous a donné une force positive. بدنا نحاول نستغل الوقت بس شوي. Écouter quelque chose de toi. M'entendre, c'est-à-dire écouter, chanter. Chanter encore, Kamal? Yes, Kamal. Nous allons essayer de profiter du temps qu'on a. Faites le mic. مغني وقرة بس نحن فيقناك اليوم بكير بنعرف بنعتذر بس نحن سعيدين جدا بوجودك معنا يعني لو فينا نخليك تغني كمان للصبح ما طماعين نحن يعني هون مايسترو نحن كثير سعيدين طبعا بهي التجربة واكيد بهذا الشيء يلي كمان عم يعملوا على المعهد العالي للموسيقى وهو تمازج الخبرات واكيد الخبرات الأجنبية السورية ايضا. اليوم بختام حديثنا ولو سريعا تطلعنا عن اهم شيء ممكن يكون تعاون ايضا قادم مع سمية. نتناقش بوضع برنامج سنوي ليكون في زيارة لسوريا كل حوالي 3 أشهر لنقدر نعمل إعادة تأهيل لصف الغناء الأوبرا في المعهد العالي للموسيقى وبشكل عام إنه دائما يكون الطلاب على تواصل دائم بالخبرات اللي عم تصير جديدة
والمشاركات، دائما يكون في برنامج عمل، يعني رح يكون في عندنا مثلا بعض يعني مره رح يكون فيها الشغل على موضوع الجسد وموضوع الحركه وموضوع كذا. اليوم رح تبلش كمان سمية هلا بعد اللقاء فورا بورشه عمل مع كل الطالب لحاله اليوم. المره الماضيه كانوا بشكل جماعي، كان اشتغلوا على لغه الجسد وعلى الحركه وكيف اليوم لازم يكون متوافق لغه الجسد مع الغناء. اليوم راح يكون في عندنا دروس خاصه لكل طالب من الطلاب ليشوف بعض المشاكل اللي عنده كيف طريقه حلها وكيف العمل يقدر يشتغل لحاله بموضوع الاحماء وموضوع الامور. فراح يكون في عندنا نشاطات وخطة، برنامج كامل فينا نقول برنامج لحتى نعيد إحياء. يمكن الوقت داهمنا وخلص، ونحن سعيدين بوجودك معنا. سمية، بالختام كلمة أخيرة بتحبي توجهيها لكل السوريين اللي عم يشوفونا، لبلدك سوريا السعيد بوجودك اليوم. مثل ما قلتي مبارح، أنا بحب سوريا. نومي بيضيع الحكي بالمحبة، يعني بتحسي أنه أنا ما عم بلاقي الكلمات لعبر عنها. صحيح عم بتقول سمية. يمكن يمكن حب الوطن صعب نعبر عنه بكلمات بسيطة، بس بالختام نحن سعيدين جدا جدا بوجودك معنا. أنا يعني في أمل، في هم، في حياة، وفي حياة، في كتير حياة. و je suis très émue. أنا يعني ملبكة لأني ما عم بلاقي الكلمات. et je pense que je suis très reconnaissante de ma famille. أنا ممنونة جدا لعائلتي. À mon grand-père qui l'a jeudi. On peut dire son nom, enfin. Et nous a transmis un grand patrimoine. هو نقل لنا ارث كبير. Qui a été transmis jusqu'en Suisse par mon père. و يلي انتقل لنا لسويسرا من خلال ابي. Et j'aimerais dire à tout le monde, tous les Syriens. وبحب اقول لكل السوريين. Et aussi en dehors de la Syrie, les Syriens. السوريين الموجودين بسوريا وخارج سوريا. You have to believe. يجب أن تؤمنوا. أكيد. You have to believe on the power of the life inside the country. يجب أن تؤمنوا بقوة الحياة داخل سوريا. And we have to fight from inside the country to live. ويجب أن نقاوم ونصمد ونحن في الداخل. ونحن في داخل سوريا. أكيد. يعني من هاي الكلمات الحلوة نحن بدنا نتشكر وجودك، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لأنك هون وعم بتشاركي بأعمار الإنسان السوري. شكرا كثير لإلك. شكرا مايسترو، وعذبناكي دكتورة. شكرا لكم. شكرا. سعيدين بوجودك معنا سمية الحلاق، الفنانة الجميلة قلبا وروحا. شكرا لوجودك معنا في سوريا. المايسترو أندري معلولي، دائما سعيدين بجميع إنجازاتكم، وشكرا لك. شكرا. أهلا وسهلا فيكم. شكرا.